كنا مريح البارح انا في بلاي لاعب بلاي مقصر عيط ليا داك لي واش كاين كرياج الدراري كان شايط عندهم كرياج زدينا كرياج دينا كرياج احنا خدامين الصباح خرجنا جمعنا العود درنا اي حاجه لقيناها تنهزوها وهذا نيت كان عنده واحد العود نيت مخبيه وداك الشيء صافي زينا خدمنا به شويه الحمد لله دابا تكون شي 33 راس وشحال واخا بدينا معطلين بحال هكا بدينا حتى 12 حنايا كون بدينا الصباح هاد الموبلات كاملين مشاو عند الدراري الفوق حتى هما الله يسهل عليهم اللي تيجي ما تردوش فهمتي 20 25 30 35 الف ريال اللي عطيتينا تنشدوهم عندك حنا ماشي مشكل خصك تكون ناضي خصك تكون حربي فهمتي ما تخافش من العافيه العيبات الشمس حقا ضربني الشمس هذه صافي كتحضر راسك وتخدم مع الدراري بحالك غنحيدوا لي بعد الطانقه ديال البلاستيك هذا تيبقى عاقل على البلاصه ضروري خصك تعاقل على شكون ديال من شحال ديال الكرعين العيبات صافي تنحطوه فوق العافيه وداك الشيء بالنوبه فهمتي بحال دابا سطل 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 تنحطوهم في حالك بالنوبه كل واحد وكيجي كاين اللي تيجي بعض المرات تيجي بالكرعين وما تيديهمش ماشي فهمتي ما تلقاهمش محطوطين تيقول لك صافي خذهم ولا تيقول لك شي العيب 3 سنين دابا اشي عامين لورو هاد العام وتشات حتى فهمتي ما تبغيش تبقى مريح في الدار ما كاين ما يدار فهمتي مره تنهودو البحر مره تنشوطو كل مره وشناهم صافي هو دار ولد عمي الكبير راه هو ولي خزاز في هادشي ديال والنهار عقلت عليه هو هنا في هاد القنش ضروري نسمعو هادشي حتى شدربنا اخوات خلي الزبل في دربكم ما جاتش اش غنجمعو هادشي كامل ان شاء الله ونشطبو وصافي الحمد لله كل شيء مزيان الدراري مؤدبين وسمو خصهم المساعده باش يولوا موظفين ولا على الاقل غير وظيفه متوسطه السبب هو عدم الوصول داك الشيء اللي بغاو هما مساكن وهما شباب صغار انا راه قد جدودهم كنتمنوا لهم السعاده